ابو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتعادل انا اعتقد تعادل شبه عادل النتيجه اليوم عطفا على اداء المنتخبين، ولو ان ممكن حتى المنتخب الفلسطيني ممكن يندم اكثر على المباراه، وانه ممكن اتيحت له فرص اكثر. يمكن الفرص المحققه يعني اللي هي فرص اهداف، خلينا نقول صنع المنتخب الفلسطيني 4 إلى 5 فرص، خلينا نقول هي فرص اهداف حقيقيه على مدى حقيقي على مدار الشوطين. للاسف المنتخب السعودي، يمكن انا اذكر فرصه يحيى الشهري اللي كانت في اول ربع ساعه تقريبا، بعد يمكن دقيقه 12 13 تقريبا، فرصه وحيده اللي اذكرها حقيقيه بمعنى فرصه كان ممكن يسجل منها المنتخب السعودي. مستوى غريب. امس كنا متخوفين، كنا نتكلم عن ارضيه الملعب، كنا نتكلم عن الجماهير، طبيعي كان في حضور جماهير كبير وكان مساند للمنتخب الفلسطيني. ارضيه الملعب للامانه اللي شفناه اليوم ما كانت الارضيه السيئه صراحه، يعني كانت حركه الكوره انت تشوفها لما تحكم على ارضيه الملعب تحكم من المنظر اللي تشوفه تحديدا في الكوره الطويله، تشوف الكوره اذا الكوره لما تضرب في الارض هل ارتفاعها يكون بشكل اعلى من الطبيعي، هل الكوره تكون اسرع لما تضرب في الارض. لا، كنا نشاهد ان اليوم الكوره تمشي بشكل طبيعي، فما في اي عذر للملعب. للعلم الكل يعرفه فيه خلنا نقول جينيريشنز مختلف، يمكن للأرضية أجيال بدأ بالجيل الأول، الجيل 2 و 3، وبعدين استمر إلى أن اليوم تقريبا خلنا نقول الحشيش الصناعي هو تقريبا حتى أحيانا أفضل طبعا من الطبيعي اللي محفر. لا، هذا أفضل، هذا أحسن، هذا أفضل لله. فهذا مش عذر. للأسف هدف المنتخب السعودي من المباراة، أنا تحديدا اليوم ما كنت أدري شو يبغون من المباراة، يعني تشوف الشكل المنتخب الفلسطيني كان يعرف شو يبغى. المنتخب الفلسطيني قال لك انا اسكر والعب على الهجمات المرتده، واول فرصه فعلا كانت هجمه مرتده يمكن في الدقيقه 10 يمكن حصل عليها المنتخب الفلسطيني. المنتخب السعودي كان سيطره وسط الملعب، ما كان في لاعب سيطره سلبيه، الكل اللعب على الاطراف، اللاعب المبتكر اللي تتوقع انه يبتكر يفاجئ الخصم ما كان موجود للاسف. يحيى هتان، اصرار عجيب غريب على اللعب من العمق في ظل تكتف المنتخب الفلسطيني، الفراغات المساحات اللي كانت موجوده على الاطراف للاسف لم تستغل. هذا باختصار، ممكن نتكلم بعدين، ولكن للاسف الهدف ما كان واضح. اليوم كانت المشكله تعتقد كانت في التشكيل الفني اللي وضعه المدرب، ولا اللاعبين ما كان عندهم جديه كثيره في المباراه، يعني ما كانوا مركزين شوي؟ لا، شوف يبدو ان انا يمكن انا خفت ان هذا هو المستوى الفني، اتمنى ان انا اكون غلطان. يعني هل هذه الامكانيات الفنيه اللي امتلكها اللاعب السعودي؟ هذه مصيبه، ولكن اتمنى ان يكون غلطان، لان انت تتكلم عن مباراه اليمن كان بنفس الحاله تقريبا يمكن اسوء. ترجع تشوف المنظر اليوم منظر سيء، يعني مخيف صراحه فنيا. ممكن اذا المنتخب راح يستمر في هالشيء ننسى المدرب، ونتكلم عن المدرب. كانت في امور واضحه انا بالنسبه لي اليوم ان في مساحات كانت، والدليل الفرصه اللي اتكلم عليها من حي الشري ترى كانت من جهه الشهراني، يعني من الظهير، يعني العب على المساحات، وكان في شكل واضح ان المساحات عند الاطراف موجوده. كان للاسف ما ادري ليش كان في اصرار عجيب، يعني في لقطه الشوط الاول انا ما ادري اذا بس للاسف انا ما عندي طبعا الحالات ولا ادري الشباب عندهم. البريك رايح كان بفرصه هدف، كان ممكن تمريره اعتقد عبد الفتاح اذا ما كنت غلطان، ومع ذلك اصر انه يدخل داخل مره ثانيه، مع ان البريك كان رايح كان ممكن يلعب له وتكون 1-3 بدل 1-2، او حتى ممكن يروح ويسجل كانت المساحه خاليه. هذا كان اصرار عجيب، عبد الفتاح، يحيى، هتان على الدخول من العمق، مع ان الحل كان واضح ومعروف. وايضا المدرب انا ما استغرب بعد انه ما تدخل، لكن فعلا في علامه استفهام كبيره على اداء اللاعبين، واستفهام يعني تخوف. وايضا المنتخب بشكل عام انا ما ادري اليوم هل هم يعرفون انهم لازم يفوزون او انهم كانوا راضين بالتعادل. المدرب واضح بعد المباراه قال التعادل يعني نتيجه جيده، ونحن تعادلنا خارج ملعبنا. المشكله اوزبكستان 6 نقاط والسعوديه 5 نقاط، المباراه القادمه السعوديه اوزبكستان في اوزبكستان، اذا يفوز اوزبكستان انسى المركز الاول وتدخل في حسبه الثواني، وحتى هذه ممكن تكون حسبه معقده جدا، لان المجموعات فيها تنافس كبير على المراكز الثانيه. يعني الحين مباراه اوزبكستان طبعا لازم الفوز بالتعادل، انا اقول لك حاليا تعادل جيد مباراه اوزبكستان على اساس ان اوزبكستان بيلعبون، طبعا الفوز
خيار جدا راح يكون شيء مثالي، وراح انا اقول لك راح يتصدر المنتخب مجموعته في حال فوز على الاوزبكستان. لكن انا اليوم اطمح في التعادل، ليش؟ بحكم المنظر اللي انا شفته اليوم، هذا المنتخب ما يفوز على اوزبكستان في اوزبكستان، اللي يتعادل مع اليمن ومع فلسطين بهذا السوء ما يفوز. اوزبكستان منتخب جيد.